اول ما جينا هنا عانينا في التنظيف، قالنا بيجي 4 5 ايام واحنا ننظف. احنا على الاغلب بننام على الارض، بس لما يكون في مطر بننام على الاستندات اللي هنا، عشان هنا بنزلش عليهم ميه كثير. المنطقه هذه هي اللي بيصل لها ميه كثير، في خطوره ان الواحد ينجرح من الحديد اللي هنا، يما نكون نايمين هنا على القفاص. كثير انجرحنا وكثير انخبطنا، يعني اي حد هذول طعجناهن لانهم خبطن كذا واحد وانجرح كذا واحد، يعني في الاساس زي هيك، بس طعجناهن عشان الخطوره. إيه فالنومه مش مريحه يعني، ولا المكان مريح، والحياه صعبه هنا، بس الحمد لله. يعني ما حدش تخيل النومه هذه، ولا حد تخيل، لانه ولا فكرنا نطلع من دورنا ولا نتهجر من مكان لمكان لمكان لمكان، حتى نيجي على المكان هذا. يعني المكان هذا مخصص دجاج، يعني مش لبني ادمين، فاحنا عايشين فيه عشان مش لاقيين مكان.